اليوم انا نهضر على واحد الموضوع ديال الشذوذ الجنسي، ولكن الشذوذ الجنسي فيه انواع. والسيد مثلا اللي تنهضر عليه جا يعني من الصحراء المغربيه ديالنا الى حتى الدار البيضاء، يعني ضرب تقريبا يعني واحد 900 كيلومتر 1000 كيلومتر هو جاي مسكين يعني في الكار. يعني انا دائما تنقول لكم يعني الا كان شي واحد يعني ممكن نديروا الفحوصات عن طريق الواتساب بالكاميرا بلا ما تعذبوا، ماشي بدا تجي من الصحراء حتى الدار البيضاء بزاف 900 كيلومتر 16 ساعه هو جاي، ولكن هو كان مصر، قال لي انا ضروري لان تنعيش واحد المشاكل كبيره في الحياه ديالي وضروري كنت بغيت نشوفك. لكن على اي حال فحوصات عن طريق الواتساب فيديو كاميرا، يعني بحال اللي جالس معايا في العياده بلا ما تعذبوا. لان طبعا هو عنده واحد المشكل ديال الشذوذ الجنسي. طبعا انا قلبته كذلك، ومني قلبته الحمد لله يعني الاورغان يعني العضو ديالو مزيان، نقولوا الخصيتين تاهما مزيانين نمر واحد، يعني تقريبا 20 على 10 ماشي 10 على 10. ولذلك هو هذا كان عنده امتياز هذه القضيه، وخصوصا هو عنده واحد الامتياز، عنده الرغبه الجنسيه مع الذكور ومع الاناث. ثم هو واحد الانسان حقيقه اللي تيخاف من الله يعني، ومتدين وباغي زعما ما باغيش ينحرف ويمشي زعما في المثليه في الهوموسيكسواليتي، بحيث عرض عليه انه يمشي لامريكا يعيش، وخاف على انه يمشي تمايا ويمشي يتزوج واحد مع شي راجل، لان انت تعرف الغرب على ان مثلا عندهم عادي راجل يتزوج براجل ومراه تتزوج بالمراه عادي، ولكن هو فضل يبقى في البلاد ديالو في المغرب باش يعني ما يدخلش وما ينحرفش وما يمشيش في هذه الاشياء هذه. طبعا الحمد لله هو يعني عنده هذا المشكل ديال على انه واحد الناحيه تيدير العاده السريه، تيدير البورنو مثلا، يشوف عنده بات ولد مع ولد ولا ولد مع بنت، عنده رغبات جنسيه مثلا مع الذكور ومع الاناث. ولكن سولته قلت له واش بحال دابا عندك رغبه جنسيه مع البنات؟ قال لي عندي. تتقوم بعلاقه جنسيه مع البنات؟ قال لي عندي الحمد لله. قلت له مزيان يعني تاتي الشهوه ديالك مزيان؟ قال لي ما كاين حتى شي مشكل. قلت له اذا علاش مالك انت تقوم بهذه العلاقه مع الذكور الا كنتي مع الاناث مزيان؟ اذا هو حقيقه ربي مسك عليه من ناحيه على انه تينجح مع يعني البنات. ان هناك بعض الحالات ديال المثليه مثلا ديال الهوموسيكسواليتي، يعني واخا يكون الراجل كما بغى يكون وتعطيه جمال يعني جميله من اجمل النساء، وما تتكون عنده حتى شي رغبه تجاه النساء، الرغبه اللي تتكون عنده تجاه الرجال. هذه تتكون واحد الحاله ديال المثليه ديال الهوموسيكسواليتي اللي صعيبه جدا العلاج ديالها، خصوصا اذا كان يعني باسيف يعني هناك ما يسمى الفاعل ومفعول به. الفاعل هو اللي تيكون اكتيف ومفعول به هو اللي تيكون باسيف. هو يعني عامه رغم على انه فاعل ومفعول به، ولكن اهم شيء عنده الرغبه الجنسيه مع الاناث مع البنات وتينجح في ذاك العلاقه. فاذا انا قلت له على ان الحمد لله ربي مسك عليك واعطاك هذه النعمه هذه بان الرغبه عندك يعني مع الاناث، حصك يعني اول حاجه توقف العلاقات السريه، يعني العلاقات ديال العاده السريه لا ماستورباسيون، توقف يعني الافلام ديال البورنو تماما لا مع الاناث ولا مع الذكور. يعني هنا حسك تزوج، لان مادام عندك الرغبه مع الاناث متتساهل. الحمد لله الظروف الماديه ديالو مزيانه، وخصوصا على انه ما باغيش ينحرف، وخصوصا على انه يعني عنده ميول ديني الحمد لله. اذا هذا النصائح اللي عطيناه، عطينا بعض الادويه فقط يعني لا احتاجهم، ولكن لحد الان يعني حسوا يوقف العاده السريه، يوقف يعني اي نوع من العلاقه مع الذكور كما بغى يكونوا، ويكون ما يكون، لان مادام عنده الرغبه مع الاناث حسوا يتزوج. اذا ان شاء الله يعني هذه الحاله هذه اللي جات من الصحراء المغربيه ان شاء الله باذن الله توفق باذن السميع العليم. اذا نتمنوا انكم تشاركونا فيسبوك دكتور بنيشو، يوتيوب دكتور بنيشو، انستغرام دكتور بنيشو. موعدنا معكم كل يوم الاثنين على الساعه 10 بالليل ان شاء الله، طبعا فحوصات عن طريق الواتساب 06 64 00 95 50 06 64 00 95 50. وشكرا لكم.